السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع سكيكدا لنقف على عملية انطلاق الأشغال نتاع الترميم تاع وسط مدينة سكيكدا. إذا هذا خبر مفرح بأن تنطلق العملية نتاع التجديد والترميم الوسط التاريخي تاع مدينة سكيكدا، وخاصة أننا نعرف أن سكيكدا عندها مؤهلات سياحية غير لا يستهان بها، يعني فيها فنادق جميلة جدا ومنتجعات سياحية على طول الشاطئ نتاع، خاصة بالقرب من مدينة سكيكدا، وكذلك فيه منطقة القل وفيه الغابات الرائعة نتاع الولاية تاع سكيكدا. إذا أمام كل هذه الزخم السياحي اللي تعرفوا المدينة أو الولاية تاع سكيكدا، كان من لابد أن ترمم الأحياء التاريخية لمدينة سكيكدا وكل البنايات الجميلة واللي عندها طابع عمراني مميز، لابد أن يكون فيه ترميم وصيانة واعتناء بهذا الإرث المعماري اللي هو جزء من تاريخ نتاع الجزائر. لابد إذن من ترميم كل هذه البناية. نخليكم في رعاية الله ويحفظه، والسلام عليكم. Gracias.